طيب كلنا بنحب الألعاب صح؟ ومين فينا ما بيحب الألعاب؟ مع أنه كلنا بنحب الألعاب لأنه أغلبنا ما عنده البي سي اللي بقدر يشغل هاي الألعاب اللي بنحبها، عشان هيك بنلعب الألعاب اللي بنحبها على اليوتيوب. إيش؟ أنا بعمل هيك قبل ما فيها طبيعي، حبت البطاطا اللي عندي يلا أقدر أمنتج عليها الفيديو، كيف بدك هنا ألعب لعبة زي Red Dead Redemption 2 فبتحسر على حالي وروح أشوفها على اليوتيوب أحسن لي. لحد ما بيوم من الأيام شفت مؤتمر لجوجل، وبهالمؤتمر أعلن خدمة اسمها جوجل ستيديا، اللي شيء اللي شفته منقذ للناس اللي زيي اللي بيخليني نلعب الألعاب اللي بدنا إياها على أي جهاز تعبان. لا مش بس زي هيك، بتقدر تلعب اللعبة اللي بدك إياها على جوالك. كانوا حلم، وفعلا كان حلم. هالخدمة كانت متوفرة على محدود جدا من الدول، ولا دولة من هالدول المحدودة دولة عربية، وحتى لو توفرت راح تحتاج سرعة إنترنت عالية وثابتة، وهالإشي صعب تلاقيه بدولنا. وبهيك حلم اللعب سحب تبخر، ورجعت أكمل ألعابي على اليوتيوب مرة ثانية. لما بيوم من الأيام لقيت خدمة جديدة، وهي خدمة سحابية مثلها مثل خدمة جوجل ستيديا، والخدمة هي خدمة جي فورس ناو من نيفيديا. وبعد بحث اكتشفت إنه هالخدمة مش محصورة على كم من دولة، هو صح كاتبين موقعهم بس بأمريكا وأوروبا، لكن شغالة عندي. بداية قلت لو موجودة ما راح يشغلها الإنترنت الموجود عندنا، مثلها مثل خدمة بلاي ستيشن ناو، لكن قلت خلينا نجرب مش خسران إشي، لأنه على أكس ستيديا خدمة جي فورس ناو خدمة مجانية. نزلت البرنامج وفتحت حساب وبلشت أجرب الخدمة. جربت فورتنايت أول إشي لأنه اللعبة مجانية وفعلياً اشتغلت بشكل جيد، صح مش أحسن إشي لكن اشتغلت بالمقارنة مع كيف كنت أشغلها على جهازي بثلاثين فريم ومع دروب فريم شنيع. جي فورس ناو شغل لي إياها بأعلى الإعدادات وعلى فريمات حلوة، وأهم من هيك البينج صفر. بينج صفر، صح أني عارف إنه وهمي بس بضلوا بينج صفر بقدر أشغل فيه أصحابي. قلت فورتنايت لعبة مش بحاجة لمواصفات عالية فممكن أشغلها يعني عادي، خلينا نجرب لعبة أقوى. واخترت ديستيني 2 برضو لأنها لعبة مجانية، وعلى غير المتوقع اشتغلت بشكل جيد، ليش اللي استغربته. طيب خلينا نحكي كيف تشتغل الخدمة. الخدمة بتكون مربوطة بحسابك على منصات زي ستيم ويو بلاي، يعني باختصار لازم اللعبة تكون موجودة بحسابك حتى تقدر تلعبها، يعني اللي باختصار أكثر لا تكون مشتري اللعبة. لكن بتحتوي عدد كبير من الألعاب وتتم إضافة ألعاب جديدة بشكل مستمر، ومن أشهر الألعاب الموجودة فيها هي سلسلة أساسين كريد وسلسلة توم برايدر، وراح يكون في موجود بالرابط بالوصف في القائمة كاملة. خلونا نحكي عن تجربة الخدمة على المدى الطويل على مختلف سرعات الإنترنت اللي تذبذب عندي. لما تكون السرعة عالية بتكون دقة اللعبة عالية وما في تأخير ملحوظ بالاستجابة، لكن مجرد ما يبلش يقل سرعة الإنترنت راح تلاقي وقتها في عندك تأخير، أو راح تلاقي عندك انخفاض بالدقة، أو تلاقي الاثنين مع بعض. بالمختصر لازم يكون عندك سرعة إنترنت مقبولة وثابتة، أهم شيء الثبات. لكن إذا كان سرعة الإنترنت عندك ضعيفة بشكل كبير أو زي ما بنقولها ميتة، ما رح تشتغل الخدمة أساساً عندك. قبل فترة كانت الخدمة بالبيتا المفتوحة، يعني ممكن تفتح حساب مباشر زي بحالتي، لكن هسه دخلت بمرحلة البيتا المغلقة، لازم تشترك عندهم بعديها حطوك بقائمة الانتظار، بعديها بيوصلك دورك بتلعب بشكل طبيعي. طب خلينا نحكي عن طريقة الاشتراك بالخدمة. بكل بساطة تدخل موقعهم، راح يكون رابطه بالوصف، تضغط على ريكوست فري بيتا اكسس، بعدها ريجيست، بعدها تضغط على كرييت اكاونت وبتعبي المعلومات المطلوبه منك، بتوصلك رساله على الايميل حتى تتاكد تسجيل دخولك. بعد تدخل على الخدمه وبتعبي المعلومات، تضغط على سبميت، وبهيك بتكون سجلت بالخدمه، وبضل بس تستنى دورك حتى يوصلك وتبلش بالخدمه. راح اترك رابط تحميل البرنامج بالبي سي وعلى الجوال بالوصف. برأيي هالخدمة بتفيدك إذا كان جهازك مش قوي زي حالتي، وفضل إنك تلعب فيها ألعاب السنجل بلاير حتى ما يأثر لك التأخير بشكل كبير. وبالأخير بنحكي عن مزايا الخدمة وعيوبها. فمن مزاياها إنك أنت مش مضطر تحمل لعبة على جهازك، فأنت مش مضطر مثلا تحمل لعبة زي Red Dead Redemption 2 مثلا 150 جيجا على جهازك، ممكن تلعبها بكبسة زر، ومش بحاجة لجهاز قوي حتى تشغل أي لعبة. بنفس الوقت ممكن تلعب أي لعبة بدك إياها على جوالك مجرد ما تنزل تطبيق عليه وتربطه بالكنترولر. لكن العيوب اللي فيها ممكن ألخصها بأنها تحتاج لإنترنت يكون ثابت أكثر من أي شيء ثاني، الإشي اللي مش متوفر بشكل كبير عندنا، وإنها تدعم كل الأنشارات، يعني مثلاً إيبك ستور مش موجود عليها مع إنه فورتنايت نفسها موجودة، فألعابي على إيبك ستور بقدر ألعب. وبس هذا كل إشي كان عندي اليوم. ادعمني باللايك إذا عجبك المقطع، وشاركه مع أصحابك اللي ما عندهم مش بي سي زي الخلق، وسلام.